حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة جديدة بعنوان إشراقات الرقم 7 في القرآن الكريم، واليوم مع الدرس الأول سنحاول وضع ضوابط للإعجاز العددي، ونتبع منهجية محددة في دراسة هذا النوع من أنواع الإعجاز، والذي يعني عصرنا مناسب جدا لهذا النوع من أنواع الإعجاز القرآني. اليوم عصرنا يسمى عصر التكنولوجيا الرقمية، وتمكننا بفضل الله من وضع أكبر برنامج لإحصاء القرآن الكريم، ولدينا طبعا الكمبيوتر والحاسبات والذكاء الصناعي وبرامج متنوعة. الله سبحانه وتعالى هيأ الآلية التي نستطيع من خلالها دراسة القرآن العظيم دراسة رقمية لكل حرف وكل حركة وكل كلمة ولآياته وسوره بطريقة مذهلة جدا. طبعا أيها الأحبة، قبل أن نبدأ هذه السلسلة لابد أن نضع ضوابط أو منهج نسير عليه، بحيث يعني لا ننحرف يمينا أو شمالا، لأن كثير ممن بحثوا في هذا العلم حقيقة ضاعوا وانزلقوا وذهبوا باتجاهات أنا بنظري ما أنزل الله بها من سلطان، مثل موضوع حساب الجمل الذي هو حساب بشري، وحسب اعتقادي من الخطأ أن نقحم القرآن في مثل هذه الحسابات. التنبؤ بالغيب هو أمر خطير، أن تأتي بأرقام معينة وتقول هذه أتنبأ بها أنه سيحدث كذا في عام كذا، وأن هناك دولة ستزول في عام كذا، أو هناك شيء سيحدث، نيزك سيضرب الأرض في عام كذا، بناء على حسابات رقمية. لا يعلم الغيب إلا الله. إذن دعوني في المحاضرة الأولى أدرس معكم ضوابط الإعجاز العددي. أنا وجدت أيها الأحبة من خلال دراستي لهذا النوع لأكثر من 30 سنة أن أي بحث علمي له 3 عناصر، يعني العنصر الأول معطيات البحث، يعني المعطيات التي تتعامل معها أو تنطلق من خلالها. العنصر الثاني منهج البحث، يعني المنهجية التي أتبعها، الآلية التي أتبعها في العد، في الإحصاء، في الحسابات إلى آخره. وأخيرا نتائج البحث لها ضوابط أيضا، يعني النتائج يجب أن تخلو من المصادفات. هناك بعض من يبحث في هذا العلم ينظر لأي نتيجة أو أي رقم يقول لك هذا الرقم يدل على إعجاز، لا، هناك مصادفات وهناك إعجاز، فينبغي أن نميز بين المصادفة العادية وبين الإعجاز، مع العلم أنني أعتقد أنه لا مصادفة في كتاب الله تبارك وتعالى أبدا. طيب، ما هي ضوابط معطيات البحث؟ سنعتمد أيها الأحبة في بحثنا هذا على أرقام موجودة كلها في القرآن، يعني لن نأتي برقم من خارج القرآن كما فعل بعض من اعتمد على حساب الجمل، وهو حساب كما تعلمون يقوم على أبجد هوز، يعني يقول لك الألف تساوي 1، الباء يساوي 2، الجيم يساوي 3، أبجد دال 4، هوز هاء 5، الواو 6، وهكذا. طيب، هذه الأرقام هل أنزل الله بها من سلطان؟ هل هي مستنبطة من القرآن؟
هل هي مستنبطة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرقام؟ لا، هذه أرقام وضعها البشر لأهداف معينة، كانت تلبي غرضا معينا، أنهم كانوا يكتبون الأرقام بالحروف. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تكتب رقم وليكن مثلا 11، تكتب هاء وواو هو 11، هاء واو هو 5+6 11. فإذا ضمن معطيات البحث لا يمكن أن نضع مثل هذه الأرقام. طبعا هناك باحثون يعتمدون بكثرة على هذا الحساب، هذا الأمر يعني يخصهم، وأنا بالنسبة لي لم أجد فيه أي إعجاز. طيب معطيات البحث ما هي؟ معطيات البحث أحبتي في الله، أول شيء أنا لدي 114 سورة في القرآن، 114 سورة، هذا رقم ثابت. لا يستطيع أحد أن يقول لك والله من أين جئت بهذا الرقم، هو عدد سور القرآن. طيب عدد آيات القرآن حسب رواية حفص عن عاصم 6236 آية، إذن هذا رقم ثابت برواية حفص عن عاصم. طبعا مشكلة القراءات سنخصص لها محاضرة، لأن الكثير عزف عن الإعجاز العددي ظنا منه أن هذا الإعجاز لا ينطبق على قراءات القرآن، وهذا خطأ تماما. كل القراءات القرآنية فيها إعجاز، وسنثبت ذلك في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طيب أرقام الآيات، هذه معطيات أرقام الآيات، 1، 2، 3، وأرقام السور. إذن هذه معطيات أخي الحبيب، عندما تناقش أي ملحد وتقول له مثلا الآية الأولى من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في السورة رقم 1 الفاتحة، ورقمها 1، وعدد حروفها كما رسمت 19، لا يستطيع أحد أن يناقشك أو يكذبك أو يقول لك لا هناك احتمالات. لا، إذن معطيات البحث دائما يجب أن تكون ثابتة أيها الأحبة، ومستنبطة من القرآن الكريم حصرا وليس من خارجه، لأن الإعجاز هو إعجاز قرآني. وبالتالي أنا يجب أن أرى هذا الرقم الذي نقول إنه معجزة أو إعجاز. فإذا أرقام الآيات، أرقام السور، كذلك عدد الكلمات، عدد الكلمات وعدد الحروف، تكرار الكلمات وتكرار الحروف أو حرف محدد، هذه كلها أرقام ثابتة. يعني أنا عندما أقول لك أخي الحبيب عدد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم 4، تستطيع أنت أن تثبت لأي إنسان عندما تكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 4 كلمات، 1، 2، 3، 4. هل يستطيع أحد مهما كانت لغته ومهما كانت عقيدته أن ينكر أن هذه الآية موجودة في القرآن؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينكر أنها 4 كلمات؟ هل يستطيع أحد أن ينكر أن كلمة بسم هي 3 حروف كما رسمت، وكلمة الله هي 4 أحرف، وكلمة الرحمن 6، وكلمة الرحيم 6؟ هل يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الحروف مجموعها 19 كما رسمت في القرآن حسب الرسم العثماني الأول، 6+6
12 زائد 4 16 زائد 3 كم؟ 19. إذن يساوي 19 حرفا. هذا الأمر أيها الأحبة أنا أحب أن أؤسس له وأرسخ هذه القناعة أن أي رقم أخي الحبيب تريد أن تدرسه أو تأتي به اذهب إلى القرآن، لا تأتي بأرقام من هنا وتواريخ ومعطيات من خارج القرآن، لا. إذن الضابط الأول من ضوابط الإعجاز هو العدد، هو ضابط يتعلق بمعطيات البحث، أي أن كل الأرقام التي نستخرجها يجب أن تكون من القرآن. طيب الضابط الثاني هو منهج البحث، هنا أيها الأحبة منهج البحث، وهو مهم جدا. يعني أنا منهج البحث ماذا أدرس فيه؟ أريد أن أدرس تكرار كلمة معينة، هذا صحيح. مثلا عندما تقول إن كلمة يوم في القرآن، كلمة يوم مثلا منفردة تكررت كم؟ 365 مرة. تكررت 365 مرة. وبرنامج الإحصاء نثبت ذلك، والعد اليدوي يثبت ذلك. كلمة يوم منفردة تكررت 365 مرة بعدد أيام السنة. أنا هذا المنهج الذي اتبعته الآن منهج صحيح، قلت إنني سأعد اليوم في القرآن منفردة بصيغة المفرد، يعني لن أعد أيام أو يومين، لا، سأعد يوم، اليوم يوما. فكانت النتيجة 365 كلمة يوم، آخرها ما نزل في آخر آية من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا منهج البحث يجب أن يكون واضح، لا نأتي بمناهج ملتوية نلتف على الأرقام حتى نثبت شيء موجود في دماغنا، لا. إذا القرآن كتاب العجائب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تنقضي عجائبه. هنا طبعا أيها الأحبة عندما نقول إن اسم عيسى عليه السلام في القرآن ذكر 25 مرة، 25 مرة هذا اسم عيسى عليه السلام، واسم آدم ذكر 25 مرة. طيب هل هذه حقيقة يقينية؟ نعم. هل هذه حقيقة ثابتة؟ نعم. فإذا أنا هنا اسم عيسى يساوي اسم آدم، هناك تماثل. عندما نعود للقرآن ونقرأ هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، التماثل في الخلق، كل نبي منهما خلق بمعجزة، والتماثل بنسبة تكرار كل اسم، وبالتالي كما نرى هنا منهج البحث يجب أن يكون واضح وأيضا مستمد من القرآن. طيب نتائج البحث، وهنا الجانب الخطير أيها الأحبة، لدينا هنا نتائج البحث. النتائج يجب أن تكون يقينية، يقينية، وهذا أقوى ما يميز الإعجاز العددي. إذن نتائج البحث يجب أن تكون يقينية. ماذا يعني ذلك؟ يعني لا نأتي بأرقام تتعلق بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ثم نقول هذه نتيجة، لا. لا نأتي ببحث يقول والله أنا أتنبأ بهذه الأرقام متى تقوم الساعة، هذا الكلام أيضا غير صحيح وغير يقيني، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا نأتي بنتيجة للبحث جاءت عن طريق المصادفة ونقول والله هذا إعجاز، لا. إذن نتيجة البحث يجب أن تكون غير قابلة للنقد. لماذا؟ لأننا كما نقول لغة الأرقام، قد نختلف أنا وأنت على نظرية علمية، نختلف على مثلا
أن هذا البيت من أبيات الشعر فيه بلاغة أم ليس فيه بلاغة؟ هل هو قوي من الناحية البيانية والتعبيرية أم مفكك وضعيف؟ نختلف كثيراً. أما لغة الأرقام تتميز أنك لا تستطيع أن تختلف مع أحد فيها. طيب، نريد مثالاً نختم به على نتائج البحث. القرآن العظيم أيها الأحبة كما قلنا كله يقين. أنا سأعود لهذا المثال، مثال اسم عيسى واسم آدم عليهما السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنا لدي هنا أيها الأحبة 7 كلمات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا قلنا هذه الآية تتحدث عن معجزة خلق عيسى عليه السلام، أنه خلق بغير أب بمعجزة، وتتحدث عن معجزة خلق آدم أنه خلق بلا أب وبلا أم، فإذا هناك تماثل في الخلق، ولدينا هنا تماثل في تكرار اسم عيسى واسم آدم. قد يقول قائل: لماذا لم تحسب اسم المسيح عليه السلام؟ وهذا أيضا خطأ، لأننا في معطيات البحث قلنا إننا سنبحث عن اسم عيسى. لو وضعنا معطيات أخرى وقلنا سنبحث عن اسم عيسى بصفاته، مثلا ابن مريم، كلمة المسيح عيسى ابن مريم إلى آخره، سنعد كل الكلمات، ولكن بنفس الوقت سنعد كل كلمات آدم. يعني مثلا بني آدم لن نعدها، سنعد فقط النبي آدم عليه السلام وكل الآيات التي تشير له. وبالتالي إذا كانت معطيات البحث واضحة ستكون النتائج واضحة. فهنا أيها الأحبة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا النص يتألف من 7 كلمات. ولو ذهبنا للآيات التي تتحدث عن اسم عيسى في القرآن وبدأنا نطلع عليها حسب برنامج إحصاء القرآن، سنجد أن الآية 7 هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وعندما نبحث عن تكرار كلمات آدم في القرآن 25 مرة، سنجد أن الآية 7 أيضا هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وهذا تماثل آخر قوي جدا. فلو بدأنا نبحث عن التماثل بين سيدنا عيسى وسيدنا آدم، سنجد عددا كبيرا من التماثلات في القرآن الكريم تحتاج إلى محاضرة خاصة. إذن اليوم أيها الأحبة دعوني ألخص لكم ما تناولناه في هذه المحاضرة الأولى، وهي مهمة جدا أن نقول إن ضوابط الإعجاز العدد يجب أن تكون واضحة، ضوابط خاصة بمعطيات البحث. يعني لدينا أرقام الآيات وأرقام السور واضحة لا شك فيها، عدد الكلمات كيف سنعد الكلمات، ما هي الكلمة، يجب أن نضع ضابط لعد الكلمات. هل نعد الواو، واو العطف كلمة أم لا نعدها؟ إذن أنا لدي عدة مناهج: أن نعد كلمات الواو منفردة نعدها كلمة، أو نلحقها بالكلمة التي بعدها واو العطف. يعني مثلا نقول، مثلا على سبيل المثال نقول: والله مثلا على كل شيء قدير. كم كلمة هذه الجملة المباركة؟ عد معي أخي الحبيب. 1 هنا، 2، 3، 4، 5، 6. إذن الواو هنا كلمة، هذا منهج يعطينا نتائج. طيب، هناك منهج ثاني
نعتبر الواو مع اسم الله كلمة واحدة كلها، هذا منهج ثاني في العد، وكلاهما صحيح. طيب، نريد أن نعد الكلمات هذه والحروف حسب رواية حفص عن عاصم، أم حسب رواية ورش، أم حسب ابن كثير، أم نافع المدني، أم القراءات العشرة. إذن أنت تحدد نوع القراءة الذي تريد أن تكتشف فيه الإعجاز، ولا أحد يستطيع أن يناقشك في هذا، لأن كل القراءات صحيحة وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، عدد الحروف. هل نريد أن نعد الحروف حسب الرسم، يعني باء سين ميم ألف لام لام هاء، أم حسب اللفظ؟ يعني اسم مثلا الرحمن، هنا لدي الرحمن، هنا لدي شدة حرفي راء، ولدي ألف هنا، واللام لا تلفظ هذه اللام. فإذا هل نعد الكلمات الحروف حسب الرسم أم حسب اللفظ؟ يعني كلمة الرحمن سبعة أحرف ستصبح، بينما حسب الرسم ألف لام راء حاء ميم نون ست حروف. إذا قمت بعد الكلمة الحروف حسب اللفظ هذا صحيح، ولكن التزم بهذا المنهج طيلة البحث أو الدراسة. إذا أردت أن تعد الحروف حسب الرسم العثماني هذا صحيح. طيب، واحد أراد أن يعد الحروف حسب الرسم الإملائي أيضا صحيح، لأن القرآن العظيم أخي الحبيب نزل مقروءا ومنطوقا ملفوظا، يعني نزل رسما ولفظا، فالرسم فيه إعجاز واللفظ فيه إعجاز. والواو هنا إذا عددتها كلمة ستجد إعجازا، وإذا ألحقتها بالكلمة التي بعدها ولم تعدها ككلمة أيضا تجد إعجازا مذهلا. كل هذا أحبتي في الله سنتناوله إن شاء الله بتفصيل شديد خلال المحاضرات القادمة. إذن خلاصة هذا البحث أحبتي في الله، أن تكون على بينة من أمرك، تضع الضابط للمعطيات، المنهج الذي ستتبعه، والنتائج التي حصلت عليها، وهذا هو الإعجاز العددي الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتناول بعض الأمثلة من بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية وآخر آية وهكذا، ونتناول طريقة استنباط هذا الإعجاز العدد، لأنني حقيقة أنا أهدف من خلال هذه المحاضرات ليس فقط لأن تتعرفوا على الإعجاز العدد، لا، إن شاء الله سنتعرف على طرق لاكتشاف المعجزات العددية، كيف تستنبط من القرآن معجزة عددية، لأنه مليء بالإعجاز. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعل في هذه السلسلة المباركة كل خير ونفع لنا جميعا، وأن يهدي بها من يشاء من عباده الضالين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.